مرحبا فلو. لك يا اخي لانه مشروعه غير نظامي. يا حبيبي لا مشانك ولا مشان غيرك. صحيح انت صديقي بس الصداقة شيء والشغل شيء ثاني. مع السلامة. اهلا وسهلا يا ميت مرحبا. اهلين اخي. يا ميت مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ تفضلوا تفضلوا يا ميت مرحبا. تفضل. شرف. تفضل تفضل. كيفك اخي ابو راضي؟ والله الحمد لله ماشي الحال. وكيف اختي ام راضي؟ ماشي الحال تدعي بسلامتك. وينك يا اخي؟ ليش ما حدا بيشوفك؟ والله شقنالكم. والله يا اخي ما عم بفضحك راسي. يا من تراني بهالشغل ليل نهار، ايش بدنا نساوي؟ ايه سيدي. على كل حال نحن ما رح ناخذ من وقتك كثير. صديق الاستاذ ممدوح النايط معه قضبارة مشروع وحابب يعرضها عليك. فمنشان يعني ما الروتين ياخرها بالديوان وهون وهون وتضل شي جمعه لتوصل لعندك، جبنا لك اياها باليد. تفضلوا سيدي. مشروع منيح كثير ومربح بس للاسف القوانين ما بتسمح فيه. بس استاذ هذا المشروع عظيم وكبير كتير وبيفيد البلد وبيشغل ايد عامله كتير. ايه بجوز بجوز بس في اهم منه. تفضل ادوارتك. الحقيقه انا كان عشم كبير انه تتفهم حيثيات المشروع وتتكرم وتتفضل وتعطيني الاستثناء لتنفيذه. يا ريت. انا اسف. قلت لك ما راح يوافق، ما كنت تصدق، بس سودت لي وشي قدام اخي. ولا انا اللي سودت وشك ولا انت اللي سودت وشي؟ انا؟ ايه انت، انتظرتك تحكي لك كلمتين مع اخوك ولا كانه قاعد. انت قلت لي عرفني عليه وبس. هلا يعني كان ناقص من لسانك شقفه لو حكيت لك كلمتين وفتحت لي مجال للاخذ والعطا معه. نحن اتفقنا اني ضل ساكت، هيك كان الاتفاق. ايه. قوم. روح انزل على بيتكم. شكرا. عفوا. لك ليش عم تضحك؟ ما شاء الله حولك شو ذكي. طبعا ما راح يوافق. ما ليه انت اخذ له غير اخوه. مين بدي اخذ له لكان؟ ابوه؟ ابوه ميت. هلا انت ما عم تخلص ضحك؟ لانه حكيك بضحي. ياخذ له ابوه قال. لكن مين بتقترح اخذ له؟ هلا انت مالك ناوي تدفع له حق الاستثناء؟ لك ما بيقبل ياخذ، ما بيقبل. معناتها ما في داعي تاخذ له عدا، لا اخوه ولا ابوه ولا حدا من قرايبينه او اصدقائه. لكن شلون بده يعطيني الاستثناء؟ شلون؟ بيعطيك يا من راسك لراسه، بتقبضه من هون بيوقع لك من هون. لك ايه؟ بس انا سالت عنه قالوا لي ما بيقبض. هلا انت ما بدك تفهمني ليش رجعت تضحك؟ عم بضحك على حكيك. تقدر تقول لي منين اشترى الفيلا اللي ساكن فيها؟ واشترى السيارة لمرته؟ واشترى السيارة لابنه إذا ما كان عم يقبض؟ إيه أصلاً كل راتبه بالشهر ما بيطلع 10,000 ليرة؟ يعني ما بيشتروا حق بسكليتة؟ لك بس أنا سمعت إنه وردان عن أبوه مبلغ كبير. كذب. هي إشاعة طلعها هو على حاله لحتى ما حدا يسأله من أين لك هذا؟ أبوه المسكين طول عمره كان يبيع خضرة على العرباية. وضل هيك لحتى مات هو عم يجرها. بس كل اللي سألتن عنه قالوا لي ما بيقبض. يلي سألتن ما بيعرفوا عنه غير يلي هو بده اياهم يعرفوه. شوف هو ذكي كتير وحذر كتير وما بيحط ايده بحيالله معاملة ولا بيدني نفسه لقروش مثل ما عم يعمل غيره. مشان هيك ريحته لهلا ما طلعت. بس لما بتجي معاملة محرزة ومستورة وما في من وراها شوشرة وفضايح ما بيقصر. فإذا بدك مشروعك يمشي احكي معه من راسك لراسه بدون لا قريب ولا وسيط. طيب شلون ووين؟ عفوا استاذ، في شخص برا اسمه ممدوح بده اياك. ممدوح؟ هيك من الباب للطاقة جاي يزورني ببيتي؟ قال في شيء ضروري استاذ. الله، طيب خليه يدخل. تفضل.
مساء الخير معلم. أهلين وسهلين، هذا أنت؟ الحمد لله يا سيدي، منيح اللي تذكرتني. سيدي أنا جاي لحتى أعتذر منك، لكن سببت لك إحراج قدام أخوك. لا ماشي الحال، حصل خير. في شي غيره؟ ما في غير المشروع اللي عرضته على سيادتك، وأنا لساتني متأمل تعطيني الاستثناء اللازم، وأنا جاهز لكل طلباتك سيدي. لك شو عم تقول أنت؟ جاي ترشيني ببيتي؟ عفوا سيدي، أنا مو هيك قصدي. لكن شو قصدك؟ شو يعني جاهز لكل طلباتي؟ بقصد جاهز أقدم لك أي أوراق أو مستندات أو أي ضمانات تطلبها بخصوص المشروع سيدي. أخ بس لو ما تكون رفيق أخي كنت طلعتك من هو مقبوض عليك وعلى الحبس فورا. تفضل اطلع لبرا سيدي. بس أنا أنت شو؟ اطلع لبرا خلصني. معه مرة ثانية ابدا، لانه ما راح يوقع لك على المشروع حتى لو تدفع له مليون ليرة. انت غلطت من الاول لما اخذت له اخوه، قلت لك هذا المدير بحب تكون كل اموره مستورة، ما صدقتني. والعمل هلا انا حاطط كل املي بهالمشروع. قديش مربح المشروع قلت لي؟ مو اقل من 50 مليون ليرة بالسنة. مربح محرز، محرز تمام. لكن ليش انا قاتل حالي عليه؟ شوف يا ممدوح، انا في براسي خطة بجوز تنجحها. هات لشوف شو هالخطة بقى. شوف ممدوح، المشروع إذا ضل باسمك خلاص ما عاد يمشي مدير مشاريع، لأنه حفظ اسمك وشكلك. بس إذا المشروع تعدل شوي وتقدم له باسم واحد تاني وعلى السكيتي بدون ما عين ترى وإذن تسمع، بعتقد رح يوافي عليه. باسم مين بدي أقدم له يا؟ باسمي مثلا. هيك لك باسمك؟ يعني بدك تلها في المشروع على البارد المستريح، وانا كنت مفكر انه عم تخطط لتساعدني. طلعت عم تخطط لتساعد حالك. لا انت طولت بالك علي شوي، فهم مني الخطه وبعدين لومني. هذا شوف اشرح لي هلا، انت قديش مستعد تدفع لمدير المشاريع لقاء الاستثناء؟ يا سيدي قد ما بده. مستعد تدفع 10 ملايين؟ بدفع. طيب شو رايك ادخل معك شريك بالمشروع والنص بالنص، ولقاء هالشي أنا بدفع العشر ملايين زيادة؟ ما بنستفيد شيء، راح بيضل اسمي اللي حافظه حضرة جنابه مكتوب بالإضبارة. لا لا، الإضبارة راح تقدم باسمي لوحدي، بس بنعمل بيناتنا أوراق شراكة لتحفظ لك حقك. ما شو قلت؟ والله إذا بتتكفل بالحصول على الاستثناء من مالك الخاص أنا ما عندي مانع. لكان اعتبر الاستثناء انطبع بالإضبارة. مبروك. الو الو، الهدف طلع، اعطيني استاذ جميل. يلا يلا تفضل. ايوه علم علم. يلا يا شباب السياره جاي. ألف مبروك، ألف 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 مبروك يا أستاذ. شرف شرف، سلم هديتك. هدية شو؟ تفضل.
هاي السيارة اللي واقفة هنيك قدامك هاي هي هديتك. شو هالحكي؟ وشو المناسبة اللي تهديني هيك سيارة؟ يا سيدي هالسيارة هي هدية من الشركة الصانعة لأول شخص بمر من هالشارع هاد، وبما أنك أنت أول شخص مر من هون فالهدية من نصيبك. ألف مبروك. تفضل استلم سيارتك. لك انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ لك تكون كاميرا خفية. الحق بإيدك تستغرب، مو كاميرا خفية، المسألة جد. طب أنا إذا أخذت هاي السيارة ورحت سيارتي شو بدي أسوي فيها؟ خليها هون بالطريق؟ لا طبعاً، أنت بس أعطينا العنوان والسيارة بتصلك لبيتك. أنت وين ساكن؟ ساكن بالفيلا اللي هنيك. أصبح اطمن، بعد خمس دقايق بتكون سيارتك على باب الفيلا. تفضل كاب سيارتك جديدة. وهي كرت باسمي. أنت ما حبيت تنقل السيارة لاسمك بتتصل فيي مشان نعمل إجراءات التنازل عنها إلك. يا سعيد، وصل له سيارته على باب الفيلا. لحظة كتبي. يا جماعة هذا اللي صار. معقولة؟ بدك أنا أصدق يعني؟ هو معكم حق ما تصدقوا لأنه أنا نفسي ما كنت مصدق. أنت أكيد شايف هالقصة بالمنام أو قريانة بشي رواية. طيب إذا مالكم مصدقين هلا رح تشوفوها. إيه منشوفها. منشوفها شو عليه؟ تفضلوا شوفوا بعينكم، هي هي السيارة. وحتى تصدقوني اكثر رح اركبها قدامكم وروح فيها على البيت وما رح اخذكم معي. لحظة، شو هالسيارة؟ باي. لحظة، لك طلعت سيارته عن حقها؟ اخي سيارته ما اختلفنا، بس اكيد ما عطوه اياها هدية لانه مر اول واحد بالشارع. هذا اكيد ابوها بشله شي هبشة مرتبة وشاروا له اياها، بس مشان ما ينكشف قدام العالم اخترعوا هالقصة اللي ما بتتصدق. معك حق، ما حدا رح يصدقهم. قال مرسيدس قال لك يخرب بيته على هالكذبة. شري راضي؟ ما رجع من الجامعة لسه. بس سيارته برا؟ ما بعرف، بس ما شفته هون. متأكدة؟ طبعا. روحي شوفي لي اياه اوضة من هالاوض، بركي فات على الفيلا بدون ما تنتبهوا. حاضر ستي. عجلي. Thank you.
روحي جهزي الغداء. حاضر ستي. انت يكون راح معقول؟ مرحبا. لك وين كنت؟ اي وين بتكون يعني؟ بالجامعة. بشو رحت على الجامعة؟ بالسيارة. بشو بدي روح؟ بس سيارتك مصفوفة برا قدام الفيلا. قصدك البيجو؟ ليش عندك سيارة تانية؟ إلك أنا اللي عندي، وأحلى سيارة كمان، مرسيدس جديدة خلنج. شو هالحكي؟ منلك؟ إذا حكيت لك ما رح تصدقيني ورح تضحكي علي. لا ما رح أضحك، شو هالحكي ها؟ أنت احكي، صدقك، هات لشوف. اسمعي لك أنا على هالقصة. هذا يا ستي كان لمين هالمرسيدس الجديدة اللي صافي برا؟ راضي عم يقول إنه إلو. إلو؟ شلون إلو؟ من إلو؟ شو بيعرفني؟ هو حكالي القصة وقال لي منين إجته، بس كلها ما دخلت براسي هاي الشغلة. بركي أنت إذا بتحكي معه بتفهم منه شي. الحاني على المكتب. شريف هلا انت اجدب ولا عم تجدب علي؟ لا يا بابا، لاني اجدب ولا عم بجدب عليك. سلامتك. يعني بدك ياني صدق هالقصه الخرافيه يلي حكيت لي اياها؟ هو صحيح القصه ما بتتصدق، بس الله وكيلك هي الحقيقه. وين الكرتي اللي اعطاك اياه؟ هاي الكرت. جميل البردان، كاني سمعان بهالاسم قبل هالمره. بجوز. ألو، أنا ماجد الهبيان مدير المشاريع، بدي أحكي مع الأستاذ جميل البردان. حضرتك جميل؟ أستاذ جميل ممكن تمر لعندي بكرة على المكتب؟ يعني الساعة 9 الصبح. لا ما في شي، حابب أتعرف عليك. أوكي أنا بانتظارك. سهلا جميل بردان. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل. شكرا. يا اهلين وسهلين. ايه سيدي، شو قصة سيارة المرسيدس اللي هديتها لابني؟ ليش ما حكى لك المحروس ابنك؟ لا حكالي بس ما صدقته. معك حق، القصة ما بتصدق، بس السيارة هي الواقع هي هدية مني شخصيا للمحروس ابنك. وشو المناسبة؟ احتفالا بهالمشروع. مشروع محرز. ايه بس ناقصه توقيع صغير من حضرتك. حدا له علم بالموضوع؟ لا لا اطمن، ما حدا بيعرف فيه غير انا وانت بس. هو بيني وبينك المشروع مهم وما عندي مانع ابدا استفيض بدراسته، والا ما لاقي له هيك فتوى بهالقوانين ونفذه منها، بس بشرط. يا سيدي الشرط الشرف اللي بدك اياه. شرطي الوحيد هو انك تسحب السياره من ابني. ليش ما عجبته؟ اذا ما عجبته بدل له اياها باحسن منها فورا. لا 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 لا، الموضوع غير هيك. الموضوع اني ما بقدر اقبل منك هديه لانها رشوه.
رشوة مفضوحة. عفوا استاذ، هي مالها رشوة، هي هدية مني شخصيا للأستاذ راضي، وانت مالك علاقة فيها أبدا. طيب بقبلها بشرط تاخد حقها. وأنا موافق، أعطيني 100. 100 مليون؟ لا، شو 100 مليون؟ 100 ألف؟ لا لا لا، ولا 100 ألف. لكن شو؟ 100 ليرة بس. شو هالحكي؟ معقولة هيك سيارة يكون حقها 100 ليرة بس؟ ايه هيك موقفة علي. معقول؟ معقول تكون موقفة عليك ب 100 ليرة بس؟ صدقني هي هي الحقيقة. طيب إذا كان هيك تفضل، هي 500 ليرة، يا ريت تجيب لي فيهم 4 سيارات تانيين، بس ما يكون فيها عذاب لإلك. لا لا لا، ولو على عيني. هات المطبرة لإلك. فلفل فيلو ما قلي وقلتي له، يا فلفل يا عوازن فلفلو ما قلي وقلتي له، وجاني ورحتي له، يا فلفل يا عوازن فلفلو يا عوازن فلفلو. صاير علينا؟ ما انك شايف قديش قماشة هالمقطة سميكة؟ ايه بالزرع ما تفوت الابرة فيها. معلوم السميك اسمك من هيك القماشة ما عاد فيه اصلا. هلا اذا بتفتلي السوق بشر بشر شبر شبر ما بتلاقي ما بتلاقي مثل هالقماشة. ايه مالك شايفني قديش انفخت نياعي لحتى الاقي هيك قماشة؟ ايه اصلا موضة هالمقطة وهالقماشة بطلت من زمان. ايه لا مو صحيح يا مستي، كل شي ممكن تبطل موتو إلا هذا، لأنه هذا مامتو مو جوز جرابات لحتى يطلعوا له كل يوم موضة شكل ورسمة شكل. وأنا إمتى الله بده يتوب علي بقى من هالمامتو المعد؟ لك حاجته 20 سنة خدمة، لو كان حديد كان انفنى. أنتي قلتيها بلسانك، معناتها طاين معنا أحدث أكثر من الحديد. يعني مانك شايفه شلون صاير؟ ايه لا هيئة ولا كسم ولا لون، واحد غيره كان شحده وخلص من هالهم. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ انا هذا المانتو مستحيل استغني عنه ابدا، بدي ضل لفه على بدني لحتى موت، ومو بس هيك رح اكتب بوصيتي كمان يكفنوني فيه وينزلوني فيه على القبر، لانه هذا المانتو قيمته معنويه. فهمتي؟ معنوية. هذا المانتو تاريخ كامل، تراث، هاد فركلول. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيشو مانتو هتلر هو؟ عم تتمسخري؟ أنا عندي يا أهم من هيك بكتير، لأنه أول شيء هالمانتو من ريحة المرحوم أبي، والمرحوم أبي الله يرحمه ويجعل مستواه الجنة، قولي آمين. آمين. ما حصل عليه بالهين، اتكلف كتير لحتى قدر يحصل على هيك مامته. يعني قديش دفع حقه؟ ما دفع حقه ولا قرش دفع. لك شلون جابه؟ سرقة؟ لك شو سرقة؟ ليش هيك بتحكي انتي؟ شو هالملافظ البشعة هي؟ أبي يا خانم كان مع السوار اللي حاربوا المستعمر الفرنسي، وتمكن أنه يصطاد ضابط فرنسي ويقتله. يعني قتله مشان المانتو؟ شو عم تحكي أنتي؟ أنتي شو عم تحكي؟ معقولة أبي الله يرحمه ويقتل بني آدم مشان مانتو؟ شو هالحكي الفاضيات؟ أبي يا أمزكي قتل الضابط تلبية لنداء الوطن، الواطن الواجب الوطني ناداه، وأبي لبى النداء.
يا ترى ما لقى مصاري بجيوب الضابط الفرنساوي؟ مبلا لقى مصاري، بس سلمها للسوار وهو اخذ المنطو والبارودة. يا ابو زكي، ابوك والسوار والواجب الوطني على عيني وراسي، ما قلت لا. بس انت صار لازم تغير هالمانتو، لك الناس صارت تعرفك من اول ما تنبز من الحارة من هالتحفة اللي انت لابسها، وشوية تاني اهل الحارة راح يسموك ابو مانتو بدل ابو زكي. اوه، وان شاء الله يسموكي الك ام مانتو كمان. شو هالمهمة؟ شو هالشغلة المهمة يعني؟ بس شيت اني غيره ما راح غيره، ما راح غيره. تفضل الاستاذ. يسلموا ايديك يا ابو زكي، يسلموا ايديك. ما تقول ابو زكي، شلون هالمانطو معك؟ والله بيدعي بسلامتك. ويا ترى عم تعمل له صيانه يا ابو زكي؟ صيانه؟ ايه عم بعمل له. ابو زكي، احسن شيء انك تعمل له طلب اصلاح وتنزله على المرقب. ولا وينك؟ انا برايي تجيب خرزه زرقاء وتعلقها على القبه مشان العين. موجود الخرزه الزرقاء. ليك وينك؟ ليك وينك؟ شو وين؟ سيادة العودير المام المدير العام. لك اهلين بابو زكي، منيح الله بعت لي اياك. تعال شوف. تعال. خير سيدنا، شو القصة؟ شايف يا ابو زكي، دولاب بنشر معي والسائق ما معي لحتى يساعدني. ما يهمك، انا جاهز سيدي، ولا يهمك، انا تحت الطلب. امرك سيدي، امرك. يلا ابو زكي، يلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدنا. الدولاب جاهز. الدولاب جاهز يا سيدنا. الله يعطيك العافية يا أبو زكي. الله يعافيك يا سيدي، وخلينا ياك، ولا يحرمنا يحرمنا منك يا سيدي. يلا بسرعة يا أبو زكي. يلا حبيبي، يلا. بتأمروا شيء تاني سيدي؟ لا أبو زكي، طلع لوصلك معي. يلا. لا أعوذ بالله، بحب إردالي، بدبر حالي سيدي. ماشي. يا أبو زكي خلاص، طلع لوصلك. طيب سيدي، عدم المؤاخذة، بس لجيب المانطو. يلا جيب المانطو. وين المانطو سيدي؟ هلا كان على السيارة هون. وين راح؟ تعرفوا شفتوا شيء؟ المانطو صحي وين راح؟ المانطو هون كان، يمكن سرقوا لي يا سيدي. المانطو يا هو، المانطو يا خلق، المانطو سرقوه، المانطو يا عالم، المانطو يا هو. مرحبا يا اختي. اهلين. شفتي لي مانطو نحاس طواله ازرار؟ قصدي مانتو نحاس ازرار. شو انت مجنون؟ شو عم تحكي؟ مانتو الي انا، لا تفهميني غلط. خلاص شو انت مجنون؟ مالي مجنون. عرفك قد الشنتير وعم تفتش على البنات؟ انا قلت الحياة ما عم نطلش لك. مانتو مام يخرب عي لعمة. شو انت هنيك؟ هي تعال، الله يرضى عليك. تعال الله يرضى عليك يا حبيبي. تعال. نعم. الله يرضى عليك. انسرق لي انا ازرار مانطو طوال ازرار نحاس بهديك الحاره هنيك. شفته شيء؟ لا ما شفته. الله يرضى عليك، اذا شفت حدا حامله لانه نحاسه العلامه طواله ما شفته لا ما شفت شيء. ما شفته. ولي على قامتك، ولي على قامتي.
عود بشوف عود. عود سيدي. ايه عود عود. حاضر. وقلي لشوف شو مواصفات المانتو. سيدي مانتو طويل لونه عسكري نحاسه الزرار نحاس يا سيدي. يعني جديد هو ايه؟ لا سيدي مش كتير جديد مو كتير جديد بس سيدي هذا كان لابسه ضابط فرنسي بأيام الانتداب وأبي كان يومها من الثوار ولما الواطن الوجبي ولما الواجب الوطني نادى الوالد الله يرحمه للدفاع والزود عن حيوة عن حمار عن حياط. هالتفاصيل كلها هي ما بتهمني، عم بكتب ضبط أنا مو موضوع إنشاء ولا درس تاريخ. حاضر سيدي حاضر. بتشك بهذا؟ والله ما بعرف بشين بدي مك بمين بمين بدي شك سيدي. يعني برأيك مين ممكن يكون السارق؟ والله ما بعرف سيدي، يعني في غير وحدين ولادين الحرام يا سيدي. طيب بسيطة. امتى رح تمنطوا لي؟ امتى رح ترجعوا لي المنطو سيدنا؟ وقت منكمش الحرامي. وامتى رح تحرموا؟ رح تكمشوا الحرامي؟ امتى يعني؟ وقت ربك بيفرجها. بعدين ليش كل هالقد لحوح انت ها؟ شو انت اول واحد بينسرق له جاكيت؟ مو جاكيت يا سيدنا، مو جاكيت، مانتو تاريخي، مانتو اثري هاد يا سيدي. ايه خلص مو مشكلة. انت اترك هون عنوانك ورقم تليفونك ونحن اذا صار شيء معنا بنتصل فيك. هي يا فرحة قلبي، خلصنا منه على اهون سبب. شو قصدك يعني شمتاني فيني؟ مو شماتة لا سمح الله، بس انت ما كنت تتنازل عنه بالهين لحتى راح من ايدك هيك خطف مثل القدر مستعجل. ايه بالفعل خطف من ايدي خطف. لا تزعل عليه تقبرني، يعني عمره خالص حاجته 50 سنة خدمة، يعني عمل اللي عليه وزيادة الله يعطيه العافية. لا مو شيء هيك، بس المشكلة انه الدنيا جاي على زمر وبردرير، على برد وزمهرير. ليش ان شاء الله رح تترك حالك هيك يعني بلا مانطو ولا جاكيت؟ شو بدي اعمل لك انا؟ تقبرني انزل بكره على سوق البسطات واستنضف لك هيك شي مانطو يكون مرتب واشتري. ليش فكرك رح لاقي مثل هداك المانطو؟ عليم الله كان يبرد القتل، كان يقتل البرد قتل، يفتك في فتك. ما اختلفنا، بس المهم تكسي حالك على هالشتوية. طيب وبلكي بعد ما اشتريت اجدا مانطو جديد من سوق البسطات انحرم انكمش الحرامي ورجع لي المانطو القديم، بهالحالة بكون خسرت حق مانطو على الفاضي. لا سيدي مو خسارة، هيك بصير عندك بدال المانطو 2 بتبدل فيهم طول هالشتوية، مو احسن ما تضل لابستي هالماركة المسجلة طول الوقت. طيب ماشي الحال، بكرة منشوف. عرب يا سيد، تعال شوف القطة ما احلاه. مور عمي خذ طلبك قليل يا استاذ. عرب حبيب، عرب خذ لك قطعة للشتوية. عرب اهلين حبيب، فضل عمي فضل يا حبيب، اهلا وسهلا. عرب يا اخيو، عرب حلوة كتير القطة عليك ها. يا سلام حلوة كتير، يا اهلين وسهلين. عرب عمي يا سيد، عرب يا حباب. مور عمي شو طلبك عليه؟ يعفيك العاطي، يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. دخلك في عندك خرجو مانطي؟ نعم. مانطو خرجي؟ ايه على راسي. خود اشوف شو رايك بهالمانطو. ما بعرف قسمه ما عجبني، في عنده غيره، في عندي غيره، عنده غيري، عندك. بسيطة خود اسلي هذا تمام، قياسك تمام. شرف عمي، اهلا وسهلا. مور يا معلم. ما بعرف
كسمه مزري. طيب اللي لشوف شو اللون اللي بدك يا مومو؟ مو مهم اللون، المهم يدفيني ويكون منيح. فهمت عليك، عندي طلبك. وينه طلبي؟ طلبي جايك من حكي. عندي مانتو بفلج جديد خلنج صاحبه مو لابسه اكثر من سنه، يبدو كان لواحد صاحب نعم، جوخة انجليزية وتفصيل طلياني على الموضة تمام. بقى شو رايك تشوفه؟ وينه؟ ليش مو عرضه هون؟ هذا ما بنعرضه الا للزباين السبيشال اللي مثلك، مو مين ما كان بيفهم بهيك بضاعة. هاشو هاشو لتوف، هاتو لشوف، خلصني. تفضل شوف هالبضاعة وصلي على النبي، وإذا عجبك بحسب لك ياب 1000 ليرة. العمى معقولة؟ معقولة؟ خير شوفي ولك هذا المنطو تبعي، نفس الزون نفس اللون ونفس الزرار. شو عم تحكي انت؟ هذا مستورد من برا. لك شلون مستورد وما مستورد؟ عم قلك هذا المانتو إلي، انسرق مني الجمعة الماضية لما 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 كنت عم دلب صلاح، عم صلح دولاب مديرنا. ليكو ليكو لك شوف مدروز من جوا، هالجيبة درستها أم زكي قبل السرقة بيوم. طول بالك يا أخ، حاش تعيط ولا صلعتني؟ شلون ما بدي عيط؟ أنا مانتو إلي وستين إلي. طيب بدي عيط، فهمت ولا ما فهمت؟ طيب فهمت؟ طيب طيب يا أخي طيب، طول بالك ما بصير اللي بدك يا عن إذنك. لحظة شو 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 عن إذنك لحظة شو هاد؟ فعلا الحال الملال إلا ما مال الحلال إلا ما يجرع يرجع على صاحبه. لا تواخذنا معلم، اكيد صار سوء تفاهم. شو يعني؟ يعني اكيد شيء من حرام معنا يا شو؟ ما فهمت شو يعني كمان اخي. طالما المنطقه لك خده، ما بدنا منك لا ابيض ولا اسود. هيك 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 بيحكوا الناس الاوادم. حاضر 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 حاضر. يلا يلا خص ضببني ضب خلصني. على راسي على راسي على راسي. اهلا وسهلا، يلا ها تاكل عم عينك. تفضل يا اخي تفضل يا حبيبنا، ان شاء الله الف مبروك. هاتو نعم، مع السلامه. فشنا 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 وعشنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم اخي قد ما بدك هات. حسن ترقك والزمارك، حسن رقت حسنك وسمارك. شو شايفتك راجع مبسوط؟ ايه وليش لحتى ما اكون مصبوط مبسوط؟ معناها اكيد توفقت بالسوق لقيت طلعت. توفقت بالسوق، توفقت اسكر اكثر مما تتصوري. هات لشوف ورجيني شو اشتريت. شوفي قولي على قامتي ان شاء الله. ولك مو هذا هو المانتو القديم؟ هو بعينه. شفتي شلون الحال الملال؟ المال الحلال بيرجع لاصحابه. ليش انكمش الحرامي؟ لا لسه ما انكمش، بس ان شاء الله رح ينكمش على ايدي انا. لك منين اشتريت المانتو؟ من سوق البالي؟ لا سوق المالي، سوق البالي مسكر. حماية الصناعة الوطنية. بس الحقيقة مزكي، التجار الكبار واقفين لهم بالمرصاد، ما عم يخلوهم يبتزقوا. بس أنا عم دور على مانتو جديد بسوق البسطاط، لقيت مانتوي هان معروض للبيع. وإن شاء الله رجعت اشتريته. شو مجنون أنا لأرجع اشتري؟ لما عرفوا أني صاحب المانتو عطوني إياه ببلاش. يلا منيح وفرت حق مانتو جديد، الظاهر مكتوب عليك تقضي كل عمرك جوات هالمانتو. بس وينك أمسكي؟ أنا ما رح أسكت أبداً. ها ما فهمت عليك.
فكرا هنين يعني يسكنوني يسكتوني من مانتو. شو قصدك؟ مو قصدي شيء، بس انا من بكره راي على المخفر واشتكي عليهم. انا برجيهم انا. طيب هن شو دخلون؟ امزكي لو كان ما دخلون ما كانوا تنازلوا عنه بهالسهوله بهالسهوله. هدول اكيد صعابه عصابه. عصابة كبيرة ومنظمة، يعني يمكن ناس بتسرق وناس بتدفر ويمكن ناس تبيع. بالبالي؟ لك لا مو بالبالي، قال البالي. البالي شغلة نظامية كتير، بالعكس أكلين هوا المساكين. هلأ أنت شو بدك بهالشغلة؟ قد العصابات أنت، طالما هالمانطو رجع لك سالم غاني، عود بأرضك والبول وترك كبش العصابة على غيرك. ما بيصير العود، ما بيصير أعود والبود. واجبي هاد مزكي، واجبي أي مشارف وطين، أي مواطن شريف مثلي من أهم واجباته أنه يبلغ السلطات، السلطات ويرشدها ويزودها بالمعلومات عن اللصوص والحربية والعصابات. يا أمكزي يا أمزكي، هذا سوق حربية لك، نهبجية، هدول همجية. بس ما في، بس الشغلة ما فيها بس أبدا. شوفي لقلي أنا بالمسائل يلي بتتعلق بالواطن، الواجب الوطني والغيرة على مصلحة الوطن، ما بتهاون أنا أبدا. مثلي مثل أبي الله يرحمه لما طعن الضابط الفرنسي بصدره وشلحوا البارودة والمامطو مثله. أنا ما بعرف، أنا حاسة إنه هالشغلة مو شغلتك. شلون مو شغلتي أنت التانية؟ ما بيصير نسكت حبيبتي، ما بيصير بالبلد في حرامية عم تسرح وتمرح، ولازم نكشفهم نحنا. بعدين إذا دريوا إني بعرف وساكت بيتهموني بالتكتم. ها والله أنا خايفة يوجعك راسك، قصدي يعني أنت مو قد هالحملة. أنا يلي بعرفه يا أمزكي إنه البلد عم ترجع على ورا، وكله يا أمزكي من السرقة. البلد مشتغل فيها نهيب ونحن ساكتين، بقى لإمتى؟ أنا ما رح أسكت وبدي أقوم بواطني الوجبي بواجبي الوطني. هيك أبي الله يرحم لي هيك رباني. لا يمكن أمزكي، شوف أنا لا يمكن أسمح للبلد ترجع لورا وتسرح فيها الشبيحة العصابات والشبيحة. صحيح أنا آذن بسيط، بس مالي سراء، أنا مالي حرامي، ولا حدا بيقدر يضحك علي. أنا منوب. هلا وقفت الشغلة على مانطوك؟ ولك يا أمزكي افهميني يا روحي، افهميني. صحيح مانطو يا عزيز علي، ويلي بده يسرق لي اياه كأنه سرق عمري، وصحيح رح يرجعوا لي اياه، بس الغالط، بس الساكت عن الغلط شيطان. يعني ليش هالناس بتتستر على الحرامية؟ مالي عرفان، والله مالي عرفان. بيقولوا هذا حرامي وبيسكتوا، ما حدا بيحتقروا، بالعكس بيحترموه لأنه عنده مصاري، عنده. بقى يا أم زكية يا حبيبتي، شوفي لما بتكتر الحرامية والسرقات بينخرب الاقتصاد والتوازن، بينعدموا، لأنه ناس كروشون كبيرة وناس خف الريشة، يعني مثل قبيل والجعيصو، واحد فوق وواحد تحت وواحد. خلص فهمت عليك، فهمت. تعال عود كلك لقمة. فظاعة عالسنوان، عالنسوان شو عقله الصغير، فظاعة. يعني التقى المانطو؟ نعم سيدي التقى، بس المجرمين والأشرار واللصوص لسه ما التقوا يا سيدي، لساهم خارج عدلة
عدلت قبضة العدالة يا سيدي. هلا خارج قبضة العدالة ولا داخلها؟ أنت شو بدك يا شغلي؟ سيدي أنا كان قصدي أنت شغلتك تدعي على النصوص وبس، مو تعطينا حكم ومواعيز. قلي أنا أشوف، بدك تدعي على البياع وشريكه؟ طبعا يا سيدي بدي أدعي، لأنه بتبلد بتخرب البلد إذا سكتنا عن النصوص سيدي. ولك هلا أنت شو دخلك بلد ها؟ اكتبنا عنوان محل هلا وأوصافه ونحن بنعمل التحريات اللازمة. حاضر سيدي. خذ اكتب لي هون عنوان أشوف. لا تواخذوني سيدي. خطي مفشكل شوي. ما شيء بسيطة. وأنت رح تلقوا القبض على الصن على النص على النص المجرم سيدنا؟ لك أنت شو مفكر إلقاء القبض على مواطن بيتم بهالسهولة هي؟ الموضوع بده أبحاث وإثباتات وأدلة. خلاص أنت ما عليك، تريك الموضوع علينا ونحن مستراب. حاضر سيدي، حاضر أمرك. وين رايك؟ على البيت. وليش أخذ معك المانتو؟ شو بدي أعمل فيه لكان سيدي؟ حطه هون على الطاولة. حاضر. هذا لازم يضل عنا مع الضبط لحتى ينتهي التحقيق. نعم. خير في شيء؟ وأنت رح ينتهي التحقيق؟ ما بعرف ما قال، بس أكيد يوم تشغلين شغلة يومين، ما بعتقد تسحب معهم أكثر من هيك. يا خوفي ياخذوك ويجيبوك على هالمغفر شي شهر زمان. لا شو هشر شو شهر؟ معقولة تضل العصابة خارج عتلة القباطي قبضة العدالة شهر؟ هلأ بيكونوا عم يراقبون لحتى يلقطون بالشهد المجروم بالجرم المشهود ويثبتوا عليهم الجرم ويدقون بالسجن، ومو بعيدة أبدا يعملوا لهم حلقة خصوصي ببرنامج حكم العدالة بالراديو. من أبرز الكليات في جامعة حلب اليوم كلية طب الأسنان، وهي واحدة من الكليات. شو صار معكم سيدنا؟ بإيش؟ موضوع المانتو المعطف تبعي يا سيدنا. أنا معطف؟ ها إيه هلا ذكرت. حطينا العصابة تحت الرقابة الشديدة، الموضوع قرب ينتهي. الله ينصركم يا سيدنا، بس الحقيقة يعني أنا إلي عندكم صغر طلب صغير. خير. يعني سيدي الدنيا صارت شتوية وأنا ما عندي غير هالمعطف اللي حطيته إيدكم عليه سيدي كدليل إثبات على العصابة، فياريت هيك تأمروا يعني تعطوني إياه، ولما بيلزمكم برجعوا سيدي برجعكم يا أنا. صعب كتير، ما بيمشي الحال. طيب عيروني يا سيدي، عيري بس يعني اسبوع زمان لبين ما يمرق هالزمر هالبرد والزمهرير. يا حبيبي عم اقول لك صعب كتير ما بيمشي الحال، بعدين الموضوع مو بايدي انا، وحتى لو انا وافقت امين المستودع مو ممكن يوافق. انا مستودع سيدي؟ مستودع الوزاره اللي حولنا المعطف تبعك عليه. هلا معطفي صار مستوزر مستودع الوزارة سيدنا؟ ايه طبعا، لك وين بدي احط لك اياه؟ عندي بالبيت؟ لا سيدي عفوا. على كل حال راجعنا بعد يومين ثلاثة إلا ما يكون بين معنا شيء. نتجه إلى هذه اللوحة المرسومة لصاحب كتاب الرحلات المطبوع عام 1845. يعفيكم أعطيكم العافية. جبت الشاي أهوي. تفضل الاستاذ. شو هاد يا ابو زكي؟ شو هاد؟ ليش هيك طالع بطالاميس؟ شو مالك حاسس بالزنطاري؟ بلا. شو ابو زكي؟ لسه ما افرجوا لك عن المانتو؟
لا لسه ووعدوني به اليومين قالي. صار لك شهرين وانت عم بتقول به اليومين. ابو زكي رح تخلص الشتوية. شو بدي اعمل يا حبيبي؟ هنن هيك عم يوعدوني لانه في حرمية بالبلد. في هيك هيك على ما يظهر. يعني رح تقضي كل الشتوية على طه القميص. ابو زكي شو رأيك نعمل لك لمية ونجمع لك حق مانطو جديد؟ لا يا استاذ هي ما بريدة منك ابدا. ما بريدة. انا مو عاجز اني اشتري مانطو جديد يا استاذ، بس انا بدي المانطو تبعي، بدي اياه هو، لانه عزيز على قلبي كثير هالمانطو. هالمانطو في ريحة المرحوم ابي، في ريحة بيتنا وريحة الماضي كله تبعنا. لما بلبسه بحس حالي رجعت 30 سنة لورا، بتذكر ايام شبابي وايام العز اللي كنا ماشيين فيه. هو صحيح انا بشتغل على القهوة والشاي والكناسة والمسح، بس ابي كان من سوار الغوطة، كلهم بيعرفوا من سوارها. هالمانطو هاد هو الوسام اللي اخده ابي، وهو الشيء الوحيد اللي عم يربطني بالماضي يا استاذ. انا ما حبيبي مشان الله فهم، انا ما بدي تشفقوا علي تعملوا لي لمه، ما بدي ما بدي ما بدي منكم غير انه تتركوني بحالي، تركوني بحالي مشان الله تركوني، بكون كثير ممنون. الله يصلحك. ليش هيك حكيت معه؟ ما كنت بعرف انه راح يتحسس لهالدرجة. على كل حال انا رايح اعتذر منه. خذ تقبرني، اشرب كاسة هزورة بتدفي لك بطنك منيح. مسك تقبرني مسك. يكلموا يسلموا ايديكي. يعني لو سمعت مني واشتريت مانطو ما كان احسن ما يصير فيك هيك؟ ليش فكرك شو صار فيني؟ يعني ما كنت بردت هيك؟ انت بهالسن لازم تتدفى منيح. يا ام زكي بصراحه انا ما عاد في شيء يدفيني. يو شو هالحكي؟ بنت ما عم بقلك يا ام زكي، من وقت ما راح المانطو انا بردان من جوا، حسيت انه ناقصني شيء وهالشيء ما ممكن يتعوض، وكأنه روحه من شقفي، وكأنه شقفي من روحي راحت مع هالمانطو. يا ابو زكي اي بعيد الشر عنك، شو هالحكي اللي عم تحكي يا ابو زكي؟ هي هي الحقيقه يا ابو زكي، خايف اذا حكيت هالحكي قدام حدا تاني يقول عني مجنون او مخرف. اللي اخذوا مني المانطو ولحشوه بالمستودع ما عرفوا ابدا انهم كانهم اخذوا مني ابي وذكرى ابي والماضي تبعي كله. يا ريتهم اخذوا شيء طلع من طلوعي ورجعوا لي المانطو يا امزكي. لا حول ولا قوه الا بالله. طول بالك ابو زكي، هاني كله كم يوم ان شاء الله بتنكمش العصابه وبيرجع لك المانطو. اشوف هالكم يوم قديش رح يصيروا، والله ما رح يجي باخرتي الا هالكم يوم. انا بحب اشرك يا ابو زكي لانه نحن القينا القبض على العصابه. شو هالحكي يا سيدنا؟ طلع العصابه كبيره كثير ومختصه بس بسرقه الاواعي والغسيل. الله 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 يبارك فيكم يا سيدنا. وطبعا اعترفوا بكل السرقات والجرائم اللي ارتكبوها، ومن بيناتهم سرقة المعطف تبعك. هيك 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 ها. ألف 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 حمد لله وشكر لك يا ربي، عقبال اللصوص الكبار. بس يعني بقدر سيدي امتعد استلم المعطف يا سيدنا؟ ايه طبعا، وهي ورقة المستودع لموجب هالورقة هاي سنة المانطو. شكرا يا سيدنا، الله معك يخلي لنا اياك.
هذا المانتو إلها؟ نعم 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 إلي. بدك تروح تستلمه من المستودع المركزي. بس رئيس المخبر، رئيس مرفخ المخبر اللي هون. صحيح كان هون، بس نحنا ما بنخلي الأمانات عنا لمدة شهرين، بعد الشهرين بنحولها للمستودع المركزي. طيب وينه هذا المستوصف الموضعي المستخمر المستوصف؟ وين وين؟ هات لأكتب لك العنوان. تفضل. شركة شكرا. هويتك معك؟ نعم. هويتك هويتك. معي. تفضل استلم. شو هاد؟ ليش اكسر من مانتو؟ ما في شيء، بجوز من الجرادين يلي بالمستودع. يخرب بيت الجرادين، ما خلينا طريقه لمكافحتهم الا وجربناها، ورغم هيك لساعتهم عم يسرحوا ويمرحوا بهالمستودع. يبدو صار عنده المناعة. شو بقى؟ شو صاروا؟ الله يعافيكي. خير شبكي؟ ليش حاطة إشارة شو مرشحة؟ لا طبعاً مو مرشحة، بس هلأ طلعت من الحمام ورايحة لعند الكوافير أعمل شعري. بيزار عندك عرس الليلة؟ لا مو عرس الليلة، عندي حفلة. حفلة شو؟ ناظم الماهر اليوم عنده حفلة بالسيريديان، وجوزي مصمم إلا ما نحضره، شو أعمل؟ بتعرفي ما بيجي مطرب مهم لهالبلد إلا بيركض ركض راسه وألف سيف إلا نروح نحضره، شو بدي ساوي؟ ناظم. ايه بقى انا قلت لحالي روحي يا بنت على بكير ساوي شعرك وارجعي، لانه مثل ما بتعرفي الكوافيريه بعد الظهر بينعجقوا عجق كتير كتير وما بتعودي تعرفي انت بدك تخلصي منه، فقلت هيك احسن لي. ما قلتي لي وين الحفله؟ على بيسين سيريديان، ومثل ما بتعرفي ست الهام يعني القعده حوالين البيسين بهالشوب شوي رطبه، فيعني الا ما نبرد شوي بهالحمه. بالهنا ان شاء الله. طيب شو رأيك تروحي معنا إلهام خانو؟ شروق يا ريت قدر أنا أروح، تعرفي ما بقدر أنا أترك الشقة على بقى عندي أولاد، أنا ما بقدر طبخ ونفخ كل يوم، تعرفي أنت هالشي، مع أنه أنا وجوزي وولادي منحب كتير صوته لناظم الماهر.
طيب روحوا معنا لكان. لاني بصراحة انا تفاجأت، ما انا دريانين انه ناظم الماهر عامل حفلة هالدرسة. قديش عم ياخدوا على الراس؟ يعني قديش عم ياخدوا على البطاقة؟ 6000 على الشخص. 6000 ليرة بس؟ طبعا هالسعر هذا مع عشا كامل ومننا جميعا عشا؟ ايه عشا مثل العادة ان شاء الله مجاري لهنا. ايه عفوا، ايه تذكرت الحداد جاي هلأ بده يصلح لي المجاري. عن اذنك الهام خانم. على السلامة. لك ها قطقني، كل كلاب احسن من حمور. أريضة على هالحظ اللي إلي. رانيا هاي ناظم. وينه ليكو قدامك بالصورة، وين جاي يكون يعني؟ تعالى معنا دورة فيزياء مثلا. لك تضربي ان شاء الله، هبطي لي قلبي، فكرته ماشي هون بالشارع. مرحبا خالي. اهلين حبيبتي، كيفك؟ تمام الحمد لله. يا الله شو شعراتك حلوين عن جد، لبقانيني كثير رايحين لوشك. ميرسي كثير لك شكرا. ليلي خالي عندكم عرس ولا مباركة؟ لا والله لا عرس ولا مباركة، انا اليوم راح احضر حفلة ناظم الماهر. عن جد؟ عن جد بدك تحضريها؟ ايه؟ رانيا تقبريني رانيا، خفي اجرك لعند السمان جيبي لي كيسين شعيرية وقولي له يسجلهم على الدفتر، بس لا تطولي اوام الطبخة عنا. حاضر. هلا قليلي خالي، يعني بدك تحضري حفلة ناظم الماهر شخصي شخصي شخصي؟ يعني هيك شيء. نيالك جارتنا، ما قلنا لك نعيما. ميرسي، الله ينعم عليكي. باي باي. ما حطقني انا، لا بالبق لي شوف لا ناظم ولا كاظم، ولا بالبق لي ساوي لا شعري ولا معري. يعني وإذا ناظم الماهر عامل حفلة، شو علاقتنا نحن بالموضوع؟ يو شلون شو علاقتنا بالموضوع؟ حاجتك بقى. يا والله اشتهيت روح احضره مثل كل هالعالم والناس. بابا، انت شوف جارتنا شروق كيف راجلة ركض وهي رايحة توضي بحالها وتساوي شعراتها مشان تحضر حفلته، وأنا قاعدة ملزوقة بالبيت مثل اللبخة. هلأ إذا الناس زتت حالها من آخر طابق لتحت، أو جارتنا شروق مثلاً رمت حالة بنص البحر، ضروري نحن نعمل مثلها؟ لك شو هالحكي هاد؟ ليكو التاني ليكو، هلا شو نططنا نحن من حفلة ناظم الماهر لآخر طابة؟ شو جاب بعدين سيرة البحر؟ يلي بقصده مو شو ما عملت الناس نحن بنعمل مثلهم، مو ضروري يعني، كبروا عالكم شوي انت وياها، شو هادو ليه؟ ليش نحن شو حكينا؟ ليكنا مكبرين عقلنا وقاعدين بأرضنا، بس بدها تضل حسرة بقلبي اني ما رح اقدر احضر حفلة ناظم الماهرة واسمع صوته. ليش كاسيتاته مو كلياتها عندي؟ بلا بابا. احطي لك شي كاسيت له وقعدي اسمعي. بابا اسمعوا شي واحضر عم يغني شي تاني. لكن حطي لك شي شريط فيديو له وتفرجي عليه وهو عم يغني. شوفوا على الفيديو شي واحضروا عم يغني شخصي شي تاني. لكن هلا انا بغني لك كم غنية له وبتحضريني شخصي، شو رأيك؟ هلا حاجة تفحم لقلبها للبنت، على كل حال وينك خلي هالحفلات لأصحابها، للناس اللي بتقدر تدفع على الراس 6000 ومن طرف الجيبة وبدون ما يهتز فيهم شعرها. شو هالحكي؟ 6000 ليرة؟ على الراس الواحد؟ لك أخ، أخ لو كان صوتي حلو، بس يا حسرة ما في صوت، صوتي مثل العرباية على البلاط، وها وطقني. موظف بهالدولة اضرب واطرح ومعاشي بآخر الشهر ما بيوصل لكلفة الراس بهيك حفلة. إيمي هلك الإلهام من قدامي، إيمي انصدت نفسي.
الثاني رح تعمل مثله. طعميني عسلا طعميني يا أغلى من ضي عيوني، طعميني طعميني عسلا يا فاتنتي، فالعسل الحلو يغذيني. طعميني عسلا يا فاتنتي، فالعسل الحلو يغذيني. ألو، فندق السرديان؟ أهلين أستاذ رضا. أهلين أبو عمر. مرحبا ماما. أهلين ماما، حط لك الغداء؟ إيه والله يا أمي يا ريت. لا 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 اوعك لا تغدي. ليش بقى؟ لاني ناوي الليله عشيكن عشا محرز. واحذر وين؟ وين يعني؟ بالسرديان بحفله ناظم الماهر. الها رانيا، لك شو بكو؟ قلت لنا وين؟ بحفله ناظم الماهر. ليش انت كمان بتحبوا لناظم الماهر بابا؟ ايه ليش لا؟ واليوم رح يكون العشاء بمعيتك وبحفلته. بقى شو رايكم؟ بابا شوفها الله يخليك، اذا عم تتريق علينا وتلعب باعصابنا انا ماني لقيان بنوبها. وليش لحتى اتريق عليكم؟ يعني اذا قلت لكم بدنا نحضر حفله ناظم الماهر شخصي بكون عم بتريق عليكم؟ يعني صح لك بطاقات ببلاش؟ بالعكس الروح بمصاري. يعني انت معك 24000 ليره وبدك تطقن طاقه؟ اسمعوا على الحكي، انا معي 24000 ليره لك والثانيه. بابا من شان الله لا تجننا ولا تخلينا نبني قصور بالهواء، قل لي بدك تاخذنا ولا ما بدك تاخذنا؟ ليش شو عم بحكي انا؟ بدي اخذكم يعني بدي اخذكم، بس كل واحد بيدفع عن حاله. ها انا فايت انام احسن شيء. هلا انت ليش بتضوجي قوام؟ خلينا قاعدين عم نحكي، الدنيا اخذ وعطا، ليش بصرت لك محروقه يا بابا؟ هلا انا من اللي 6000 ولا اولادك من اللون؟ هلا لا تاكلوني بلا ملح، خلوني تم الحكي بالاول بعدين يا بتقبلوا يا ما بتقبلوا. ماشي هات سمعنا لنشوف. المطلوب من كل واحد منكم يدفع 500 ليره بس. 500 ليره على حفله ناظم الماهر؟ وشلون نزل السعر من 6000 ل 500؟ فهمني بقى. بابا عم يمزح معنا. أكيد عم يمزح، مو هيك بابا؟ إلا إذا كان فكرك نقضيه على شي كم كاسيت بصوت ناظم الماهر نحطهم بالمسجلة ونتسمع عليهم. لا ما حذرت، حفلة حية بقلب السرديان وعلى المسبح ومع عشاء ونحن عم نشوف ناظم الماهر شخصي. شخصي شخصي؟ نعم شخصي شخصي. وخمسمية ليرة على الراس بس؟ نعم بخمسمية ليرة على الراس بس. بقى شو قلتوا؟ يو شو هالحكي؟ حفلة ناظم الماهر وبخمسمية ليرة؟ كيف ما تأخذين لك أختي؟ والله صيرة ما بتتصدق. اسمعي اسمعي، حطي الدولة على النار. ايه حطي القهوة على النار وأنا مشوار الطريق بكون عندي. يلا باي. لك وين قطعتي أكلك رايحة بشو؟ رايحة أسعى في مناكبها. شلون يعني ما فهمت؟ أختي إلهام وجوزها وولادها رايحين على حفلة ناظم الماهر. ولك الفوتي على حفلته ب 6000 ليرة، فمن لهم هالمبلغ الكبير؟ ما بعرف ما بعرف، الظاهر انه ظهري موفق، صحت له واسطة تقيلة، مشان هيك دبروا لي اياها ب 500 ليرة بس. يا حديث فاضي، قد ما كانت واسطته تقيلة، يعني ممكن يراعوه ب 500 ليرة، مو ب 5500. ايه مشان هيك أنا رايح أشوف إذا كانت الخبرية مزبوطة ولا لا. دخيلك. وقف وقف، لا تكمل أكلك كل نص بطن وبس. مشان تقدر تتعشى بالسريديان، بركي كانت الخبرية مضبوطة. يا طعميني يا سلام طعميني يا أحلى. أهلين رانيا. أهلين حبيبتي، كيفك تقبري؟ منيحة منيحة كتير. صحي رانيا شو قصة ناظم؟ مثل ما حكت لك ماما. طيب وأنت لوين رايحة؟ أنا رايحة أساوي شعراتي لأنه مو حلوة هيك ضل قدام ناظم بكباشي. خالي لا تتفاجئي، مرت خالي شفيق فوق عنا بالبيت. باي باي. خد رضا
هي 500 عني، 500 عن خالك شفيق، وهي 500 عن فاتن، و500 عن روعة. طيب وبنت خالي نزيها ما بدها تروح؟ لا، هديك ما لها مرق بناظم، هديك بتحبها هاني شاكر. دخلك وهاني مو ناوي يعمل حفلة السنة هون؟ هذا شي تغلطة. ايه بيصير يعني، أكيد رح يعمل. إلا كان خود، هي 500 عن نزيها سلف مشان وقت يجي هاني. لا معلش مرت خالي، هي خليها معك، وقت بيجي هاني ساعتها بنحكي. ايه بس قولكن يعني مو كتير 500. إذا شايفتيها كتيرة بلا روحتك أحسن. بالعكس، السعر معقول، معقول كتير. إذا سرديان وعلى المسبح وعشا وناظم الماهر، فالسعر معقول كتير، مبلوعة يعني. أيوة، مرحبا لهم. أهلين، مسا حورتي. مرحبا يا جماعة، إيت ابن رضا من أولها. قال أبوك دبر سعر رخيص على حفلة ناظم الماهر، بقى فهمني شو القصة على المظبوطة. خذ يا رضا، الله يرضى عليك، تعطي المصاري لأبوك. 500 عني، 500 عن خالتك سحر، و500 عن ابن خالتك مرهف، تمام؟ هيك تمام. الله يرزقك عن كل 100 ألف يا مفيد. هذا لحتى تقولي إنه جوزي بياخذني وبيدللني كمان وبيحضرني حفلة ناظم الماهر. ليش عمو، أنت كمان عندك نفس النغمة اللي عندنا بالبيت؟ هالأسطوانة دايرة عندي ليل نهار، بركي بيها الحفلة تبع ناظم الماهر بيتغير النغم. لكان يلا بخاطركم هلا. لا تنسي مرت خالي، الوالد قال اجتماعنا الساعة 10:30 تحت بسفل البناية مشان كلياتنا نفوت سوا. طيب ليش مو كل واحد بياخد بطاقته وبيروح بمعرفته؟ لا، الوالد قال إذا بنجتمع كلياتنا سوا ومنروح ما حدا بيتلبك أحسن. لك شبك بتضلي ملهوجاي عدي. والله دوبني روح البس ولبس بناتي. يلا سيو يا جماعة. سيو بنات حمي. سيو عدلة. أهلين أهلين نعيمة، شو هالشعرات الحلوين؟ والله فشروا الممثلات. لا بإلا وشي ما كتير. وين عملتيهم؟ عند هون الكوافير اللي عندنا بالحارة. إيه لكن لروح أقول لبناتي يجوا يعملوا شعراتهم، لأنه مو حلوين بالحفلة قدام ناظم، كل وحدة حاملت لي شعر مثل المقشة. يلا خاطرك حبيبتي. باي باي. هذا الموديل عليك جميل. ولدن لا تتولدن ما بين الناس. رانيا رانيا، انا احلى هاي الجرافيا ولا هاي البس الكحلية احلى؟ ايه فعلا. تكشبك مبرقت مثل ابوك انت. حلوين شعراتي هيك ولا نفشو؟ لا ماما بلا ما تنفشي، هلا على المسبح الا ما يطير الهوا، خليه هيك احسن. خلصوني بقى، شو صار معكم؟ استعجلوا. انا من جهتي خالصه، وانا كمان صرت جاهزه. استعجلوا، مو حلوه نتاخر اكثر من هيك على ناظم. مساء الخير الهام خانم. مساء النور، شو هالصدفه؟ مثل ما قلت لك، طالعين نحضر حفله ناظم الماهر. كيف ونحنا كمان؟ لا تقولي عن جد. حصرتي من كتر ما الاولاد نقوا وسقوا، شو قلنا لحالنا؟ طيب خليهم يروحوا، شو عليه؟ اوكي لكان نلتقى هنيك. ارفوار. ارفوار، الله معك، مع السلامه. انو معقوله هيك؟ شو اخوك واختك وينهم؟ تاخروا. يلا ما بقى الا يصلوا. ها ليكو بينوا. لك ليش هيك تاخرتوا؟ ليش هيك؟ لا زينا حاجز لك محل ورا اطلع. لا 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 ما بقدر، انا بدوخ ورا. زين انت زين؟ لا زين، حطوا قدامي روح. يا الله طعوا طعوا. انا بروح على السرديا. لك انا على السرديا ليه؟ بفكر لك والله حلو عم ناظم الماهر. لك
عم نمزح؟ بهيك امور ما بنمزح حبيبي. والله ظريفه، بتعرف؟ انا ما صدقت. قلب 500 ورقه كلها الروحه. لك بابا خلينا نمشي هلا، بعدين بتكملوا حديثكم عن كرسي وانتم عم تمشوا. ماشي ماشي. يا سلام. يلا يلا. فعلا يا جماعه ان بعض ظني اسم ليش بقى؟ لانه مدري ليش ما كنت قريت كلامه وما لي قايمه من ارضه، كنت افكروا عامل فينا مقلب. شو احكي هذاك لابس السرديان وعين الله عليه. حاجه بعد قلي شوي، نحن بالسرديان مو بالبيت وزني. وين اخذنا؟ صحيح وين رايحين احنا؟ انت شو بدك للشغله؟ الحموني لكم وما عليكم. لك وين رايحين يا جماعه؟ شو شفيف؟ شو قصة؟ تفضلوا. لو انت طالع؟ لو فوتوا. في؟ معقول؟ شايفين؟ هي نحن بالسرديان. وهي البلكون بيطل على المسبح مباشرة. شايفين تحت كيف الطاولات موضبينة ومرتبينة؟ وشايفين المسرح محل ما بده يوقف ناظم الماهر ويغني؟ يعني مواجهنا مباشرة فيس تو فيس. بقى شلوني معكم؟ شو رأيكم؟ بس أنا ما كنت مفكرة هيك. إيه لكن شو مفكرة؟ ب500 ليرة بدك تنزلي تحضري الحفلة تحت؟ يا ستي ومنحضرها هون ومندفع اجرة ليلة بالسرديان وفاطمة اخت فطوم. ايه والعشاء اللي وعدتنا فيه. واحلى عشاء يخدم شواربكم. تعال رضا، تعال الحقني. احمل معي لك، احمل احملها بابا احملها. شو ها؟ افتحها افتحها لقلك. ها ها هون في سندويش فلافل مع المخلل والبندورة، وهون في كولا ومولا لحتى ينبل قلبكم وانتو عم تترنموا بصوت ناظم الماهر على البلكون. فلافل؟ هون بالسرديان بدنا ناكل فلافل؟ الله يصلحك على العملة. هيك انت قلي كنا سوينا لنا شوية صفيحة جبناه هون معنا، شوية كبة حميز، كنا جبنا صدر كنافة اكلناه هون على هالبلكون. صعب شوي شفيق، لأنه مو حلو نشلق الإدارة تحت، مشان هيك أنا هربت هالسندويشات تهريب لحتى ما حدا يحس، وحطيتهم هون بالشنطة لما أخذت الأوضة وسلموني المفتاح. الرحمن يحفظك. شو فتح ونوير، فعلاً إلك شغلات ذكية كتير. هاد هاد سندويشي لأطلع أكلها على البلكون واستنى ناظم الماهر. إيه تكرم عيونك، أحلى سندويشي مع الطرطور والمخلل والحمض. خذ تعال، أعطيه لأمك، خذي. وأنا كمان بابا.
اعطيني سندويشه فلافل. من عيون التنتين يا حبيبتي. تفضلي يا عروسه. ناولني شو سندويشه. نو 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 نو. مديرة حظص ما عم تنبلع معي. جبلك كولا؟ جيب كولا. أمين؟ ناولني لعندك كيس الموالح وسندويشات الشيش طاووق. مين شروم؟ الهام خانو؟ كيفك جارتنا؟ لك شو هالصدفة الحلوة ها؟ شايفة ست الهام؟ الدنيا كبيرة صغيرة. شو رأيك ضيفك شوية موالح تتسلي معنا؟ وانتي اذا قلت مرق بالفلافل معنا كتير. ها اي بسلامة خيركم. هاي الكولا. ها هاي جارتنا شروق خانو. مرحبا. روح تقبرني جيب لها سندويشة فلافل لشروق. اوام اي على عيني. تفضلي ست الها. تفضلي صحتين وعافية الهي.